كانوا يولعون لهم الضوء في السريدان ويحطون الضوء علشان من يطلعون من البحر يتيمعون حول الضوء ويجلسون يتدفون. الحمد لله احنا الاجواء ذي يعني دافيه، الاجواء حلوه، ان شاء الله الحين يلسين يلقطون المحار، الاهالي الابهات يشجعون. انا تلاقيت ويا كم ابو وسالته قال عيالي يلسين في مسابقه المطامس، واحد من العيال تشوفونه ما شاء الله في بعضهم ماخذين الديين وحاطين الديين وياهم، يعني ما ممنوع. هذه واحد منهم عنده خيشه، وواحد عنده ديين، واحد داش بخريطه، لكن احنا نقول لهم لا تستعيلون، احنا نبي نصور، نبي شيء حلو. يحاولون يا حليلهم الله يحفظهم.